خليك مرتاح كارتي. قولوا لهي اللي ما تتسمى انه الكابتن باقي هون لم يتسله يا ما تجوزه، وما رح يكون الا مطرح ما بتكون، وما رح يتجوز غيرها. وبتقولوا له كمان انه ابوها حسن البحري فطس، مات، اكلوا سمك القرش. ايه مزبوط، لانه ما رح ارجع عالبيت الا اذا وافقت. قولوا لها، لا لا تقولوا لها ولا تبعتوا لها حدا، لانه هي عالشباك وسامعتني. زواج الكابتن منها قضيه مصيريه، ما منها مهرب، قضيه حياه او موت. لازم تفهم هالشي بقى، يا أما أنا رح بضطر استخدم معها القوة. لك هذا ماله أبوكي؟ إيه أبي، بس أكيد جن. لا جن ولا في علة، أصلاً أنت المجنونة. الله محييك يا ريس، كان لازم تعمل هيك من زمان، لأنه الديمقراطية بالزواج زعبرة.
وبنات الايام ما بينعطوا وش. وليش هو الفلوكا؟ تعبير رمزي. عن ايش؟ الكابتن بلا بحر ما بيصير، ولما بينتقل على البر بينتقل البحر معه. بس يا ريس الفلوكا هون رح تسد الطريق. اللي بده يمر من هون يبعد عنها، الطريق إلنا. يا هيك الآباء يا بلا، أب مثله لازم ينكتب اسمه بمية الذهب. أب عم يحاول يفتح قلب بنته المسكر، وعم يمسح الغشاوي اللي على عيونه. شايف مستقبله الأبيض مع الكابتن، هو حريص كتير على هذا المستقبل وعم يقاتل من شانه. يا الله، معقول يكون في بلدنا الجرباني مثل هيك أب؟ لك وين وين أبي؟ سمعان ما في ترجيع. ما في ترجيع اساسا، فشرت عينه وهي ما بترجع. ليك قاعده عندي بالبيت معززه مكرمه. برافو عليك، ما قصرت اصلا. هو واحد ما بيستاهلها، ضفره براسه. هو واحد تافه وحقير وزئبق وندل. شوفي ليش العياط؟ ما في شيء، بس معقول اخته الكرز بدها تطلق من جوزها وتجي تقعد عنده بالبيت، بيته اللي مواجه بيتك، الشباك على الشباك هنيك. وين بدها تقعد؟ ما قلت لك ببيته الكرز، شباك مواجه شباك بيتكو. تعرف شو سئت فيها كتير للكذبة؟ يعني حقير وندل وزئبقي بيضلوا صهري جوز اختي، ولا صدقت الكذبة انت التاني؟ شباك مخك هيك مسكر؟ ما بدنا نشربه المقلب؟ انا واثق انه اذا شرب المقلب راح فيها، واكيد شربه للمقلب. شو يعني؟ انا ماني عاجبك؟ ليش ما كفيت لي السيرة اليوم؟ يا ابو عنتر، واحد ما بيشكل جمهور حتى لو كان عنتر بذاته. ومنين بدي اجيب لك جمهور؟ انت طفشت الزباين كلهم. انا ما طفشت الزباين، الكابتن سحبهم اللي عنده على الساحه. بعدين انت ليش مالك معهم؟ ما مخلوني مارس بطولاتي، دغري بيلبوها جد. خلاص الكلام، شو بتريد؟ كفي لي السير اليوم. اليوم تاخرنا، بكره بتجي على القهوه بكفي لك اياها. بكره؟ ها بكره المساويات، لا تتاخر. صارت بيني على شباك واشكر. ما انا اطخي بسرعه احسن ما يشوف منه. أرواح المنظر، ورا الستارة مبينة كأنها مسبوكة من العسل. لازم تكون هي أخت كرز المطلة، وحيدة وحزينة، وبحالتها هي طبيعي توقف على الشباك لتشوف الشارع والناس. بس دقق منيح يا أبو مصطفى، من محلها هذا ما بتشوف غيري، ما بتشوف غيري أنا. معقولة عم تطلع فيه؟ أنا بعالم تاني يا ترى، شباكين مفتوحين على بعض، ليل وموسيقى ومرة وحيدة عم بدني النظرات. كل هالشي حقيقة ولا حلم يا أبو مصطفى؟ حقيقة يا أبو مصطفى حقيقة. وش خارق غير عادي، وشعر نازل على الكتفين مثل موج البحر المزبد. يا الله قديش فايتك جمال يا أبو مصطفى. أرجوكي لا تغيبي، أنا كمان وحيد وحزين. شارتي عم تفكر، أول مرة بحياتي بشوف مرة بيحليها التفكير. بس تفكير المرة الحلوة ما لازم يطول، خطيئة على الرجال إذا يتركوا يطول. أبو مصطفى عم تشط، لوين بدك توصل؟ يا
أنا على استعداد أوصل للنهاية بإشارة منك، بكلمة، بطرفة عين. حاجي قضيتها بالشاء والتعتير، جنيت مصاري كتير بالعذاب وعرق الجبين، وإجا الوقت اللي لازم يشاركني فيه حدا، حدا يغيرني ويغير حياتي، يشدد روحي وعواطفي، يحكي لي كلام في الحب ما نقال بين عشاء من قبل. صبحي قتقت، صارت مثل قطعة أساس قديمة بمزاد العلني ما حدا بيشتريها. أنا ما راح بيعها بس بدي أعيش. اللي بيحاسسني إنه بده يصير بيني وبين هالمكروه شيء، وضعها كمطلقة بيفرض تكون هلأ بحاجة قبل كل شيء بالعالم لرجال ظريف يخفف عنا، وأنا مستعد تكون الرجال المنقذ، ولو لزم الأمر وتجوزتها. أنا جايك يا حياتي. يعني هلأ فينا نقول علقت الصنارة؟ علقته خلصت. مالك شايفه شلون مثل خلد الأرض عم يقائي ما عم يلاقي؟ مو ناقص غير نطع الشباك. بس على هالمعدل هاد كل يوم بدها ساعتين تحريك، بدي أهلك. هلاك لحالك، لحنا شو دخلنا؟ مهم ما يقرب علينا على الساحة. مو أحسن ما تيجي الشرطة وتجرزنا على المخافر وتفتح البوطة؟ والله أعلم شو بده يصير. طيب فندق أنت ما بتساعدني بتحريك شيء؟ طبعا لا. أولا الفكرة فكرتك، ثانيا هي أختك مو أختي. اجت ساعة الهم يا أبو عنتر، ساعة آخر الليل اللي بينام فيها الناس وبتنطفى الشبابيك وبتهدى الشوارع، وبتضل وحدك صاحي الآن. حتى السيرة والحفلات والرقص والتهريج ما قادرة تخفف عنك عذاب هالساعة. تعرف ليش؟ لأنيتها ساعة حقيقية قاسية، بتحط لك حد واضح بين عالم الخيال اللي عايشه وبين عالم الواقع اللي لازم تعيشه. عنتر ابن شداد، الفروسية، الخيل والطعان، هي الروح العظيمة اللي عايش على ذكراها ما عمليتك بطل بعيون الناس، ولا جابت لمرتك صفية فستان جديد. وحدك بتعرف شو بده يصير بكرة، بتعرف تماما انه السهرة بكرة بقهوة الحكواتي، وشو ما صار غير هيك يصير. طبعا انا معك، الحياة اذا خليت من البطولات ما لها معنى. في شي غير الاكل والشرب لازم يعيش الانسان من شانه، شي كبير وحالي لازم تطلع له النفوس الكبيرة. بس شو هو هذا اللي بعد كل هالعمر الطويل ما عرفته؟ يا أبو عنتر، عمرك ما حصلت على اللي بدك إياه من الدنيا لأنك أبداً ما عرفت شو اللي بدك إياه منها. وأول ضحايا أوهامك كانت هالبنت الأصيلة صفية، تحملت معك سنين طويلة الحلوة والمرة والحاجة الدائمة للمال، لا اعترضت ولا سألتك أبداً ليش تأخرت وين كنت، لتكون آمنت بأنه العنترية أخذتني معها للأبد وما رح أصحى منها بحياتي. فرضاً فكرت هيك بيكون معها حق. أنا نفسي ملاقي من الصعب أرجع للصواب. تعلمت أستمتع بخدر الفروسية وأتفرج على معارك ناشبة بالهواء، وما تعلمت أبداً عيش الحياة من حوالي. طلع الأمر ما أحلى، ليش عم أطلع فيه وكأني لأول مرة بشوفه؟ كأني لآخر مرة رح أشوفه. صفية، أنا أموت يا صفية. حداد حاجي الله يرحمه كلياتنا سألنا عليه، وانت كابتن انت بواجبك على اكمل وجه. وحاجي الله يرحمه طلعت له جنازة ما بيحلم فيها وهو طيب. اخ لو شفتوا حالكم الاسبوع الماضي يا لطيف، حالتكم مثل الشحادين، يعني ما في غير طرفتوا ايديكم برقابكم وتسرحوا بها الشوارع. يا اخي ماشي الحال، نحنا لازم نزعل على اللي بيموت، بشي منه ولا كله
لحنا إلنا صفات خاصة، لحنا عشاء، عشاء يعني هي كلمة كبيرة، لازم نبقى دائما بأبهى صورة ونلبس لباس مهندم ودقوننا كل يوم نحلقها كل يوم. وانت فندق فندي الحق عليك لازم كنت توعيهم وتفهمهم، انت يا ابو الاناقة والاتيكيت والمفهومية شلون بتفوتك هي؟ وانت رئيس حسن اسمع مني وطاوعني وخليني احلق لك شعرك، شعرك طويل زيادة عن اللزوم. محمود انا حرب شعري. على راحتك. بنرجع لحديثنا، كل واحد منا ممكن يواجه اي موقف الا الموت، الانسان عاجز انه يواجه الموت، لذلك انا فكرت فيه سابقا هلا لا، وصلت لنتيجة واستنتاج خطير كتير، وصلت انه ما في غير طريقة واحدة يقدر الانسان فيها يقهر الموت. اسألني كيف؟ قلتني كيف؟ افضل طريقة لقهر الموت هي انه الواحد ما يتذكر، ينسى، يتجاهله كأنه مو موجود، وهيك بيموت الموت نفسه. انا مثلا ما بخاف منه، انا وان كنت ماشي بجنازة بتذكر الميت كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يقعد، شو ترك وراه. أما يخوفني الموت لا أبدا. لازم كل واحد فينا يترك شيء يتذكروا الناس، أصحابه يتذكروا فيه، مثلا أبو عمته متذكروا قصص القهوة. المهم الذكرى، طبعا المهم الذكرى. يا سيدي تذكروني إلي بعد ما أموت ولو بحافر حمار. علم كراز المطبخ النقال وصل، حطه جوا بالساحة. يا حبيبي تعي شوفي هالشوفة سلمى، جايبين لك مطبخ نقال على طنبر ابو حمد، وباين عليهم مبلطين هون. والكابتن شو عم يعمل؟ عم يحلق له شعره محمود الحلاق. يبركي ان شاء الله بيفتح له جوره براسه. عملتوا زينة العقل انه جبتوا المطبخ لهون، فعلا فكره ممتازه، وهيك بتاكلوا بتشربوا بالساحه وبعدين بتروحوا على بيوتكم لتناموا. طبعا اصلا ليش النوم؟ صدقوني عمر الانسان قصير، قصير كتير، يعني شبهت لكم اياه مثل اللص الظريف يلي بياخذ بموافقتك ورضاك نص عمرك وانت مالك دريان. شوفي حبيبتي سلمى، الكابتن ما رح يحل عنك، يا اما لحتى يخليك تجني يا اما لحتى تفتحي له الشباك. أنا بفتح له الشباك بس بحالي وحدي. بس شو هي؟ بيفتح وزت حالي مني وانتحي، هيك بكون خلصت من الكابتن. سلمى أنت أكيد جنيتي. يعني مانك مصدقة إنه أنا بعمله؟ طبعا ماني مصدقة. تحكي شي كلمة؟ احكي، عم بسمعك. إذا بدك تتعلمي الطيران خليني أخذك على النادي، ولا قلك بلا النادي خليكي بالبيت، بس لما بدك تطيري خبريني لا انتظرك تحت الشباك. ليش رجعت على البيت؟ ليش خليتها ترجع؟ أصلاً ليش قمتها؟ خليها توقع وتنكسر رقبة عمرها ما ترد.
أنا مستغني عنها، بحسبها ما كانت وما كان عندي بنت. أخ يا كابتن، لو توافق لأطلع على غرفتها وأرمي لك إياها مرة تانية. لا ريس، أنا ما بدي بنت تنرمالي من الشباك، أنا بدي بنت تجي لحالها لعندي على الدرج. بتو سمعنا، إذا وقعتي مرة تانية بدي أكسر إيدي اللي بده يقيمك يا بنت عدلية. دعيت لك من كل قلبي مشان ما يصير لك شيء. ليلى، أنا وحيد تعاهدنا إنه ما يفرق بيناتنا غير الموت. أنا بحبه لوحيد. سلمى أنا هلا رايحة. خايفة إذا رجعت حكيت معك شي كلمة تانية تقومي ترجعي زدتي حالك من الشباك. ببقى بشوفك. وحيد، اليوم بالذات عرفت بأنني أحبك أكثر مما كنت أعتقد. لا تسألني كيف ولماذا، لأنني أنا نفسي لا أستطيع أن أشرح لك شيئا لا أفهمه. المهم أن تسمع ما أقوله لك الآن. حاذر من المجيء إلى الحارة ولا تقترب أبدا من بيتي، فهو محاط بالناس المقيمين ليلا نهارا، يحتفلون ويرقصون، حتى أنهم يتناولون طعامهم في قلب الشارع. انتظرني، سأوافيك بأخباري أولا بأول. اكتب لي، فأنا أيضا اشتقت لأخبارك. أنا أجيت. بعرف شايفتك. ما بدك أحكي لك قصة الفيلم اليوم؟ سليم، مو جاي على بالي اسمع قصة فيلم اليوم، بكرة بتحكي لي. ماشي، بحكي لك إياها بعدين. يخرب بيت قلبك يا سلمى على الفصل اللي عملتيه بالكابتن اليوم. واحد مثل الكابتن بيحبك كل هذا الحب، ما بيستحق تعامليه هيك. يا ترى بيكون فهم تسكيرة الشباك شو بتعني؟ ولا العاشق بيتعلق بقشة أمل؟ الحب هو أن تبذل ما تستطيع من أجل من تحب وأنت سعيد.
كراز نطول الغداء؟ نص ساعة بالكتير بيكون الغداء جاهز. بتو اوعى ترجع وتظبطك. رح احاول جهدي كابتن. لا تعمل المستحيل. حاضر كابتن. نعم شو بتريد؟ بدي احكي مع الست صفية أرملت المرحوم أبو عنتر إذا بتريدي. يا ابني المسكينة هلأ بالعدة ما فيها تشوف حدا. يا خالتي أنا مو حي الله حدا، أنا جاكم اللي ساكن فوق بالعلية، بعدين أنا عاوز الست صفية بموضوع كتير ضروري. إيه، انت اللي بتطنطن على الكمنجة واسمك غير شكل؟ إيه نعم أنا. دقيقة لنادي لك ياها. أهلاً وسهلاً، شو بتريد مني؟ العوض بسلامتك ست صفية، المرحوم كان واحد منا. العمر إلكن، الله يرحمه كان يحكي لي عنكم دايماً. ولهيك أنا جايكي بموضوع وأتمنى ما تخجلني فيه. تفضل. في هالظرف في مبلغ بعتك يا الكابتن من أخ لأخته وبتمنى أنك تقبلي منه. يكتر خيره، بس يا ريت ترجع له الظرف وتقول له أرملت المرحوم أبو عنتر راح تضل ممنونة إلك طول عمره، بس ما بتقدر تاخذ مصاري من الناس. يا ست صفية الكابتن مو حي لناس، الكابتن أخونا كلياتنا، هو مشان هيك بعت لك هالظرف مشان ما تحتاجي الناس. بعدين الله يرحمه اشتغل معنا بالساحة، دهن وطرش وزخرف مرضي ياخذ ولا فرنك واحد. عم الكابتن اعتبره أخوه وصديقه وقال إلا ما يجي يوم رد له فيها الدين، وهي إجا اليوم. بترجاكي شو هاد؟ المرحوم كل عمره يدهن ويطرش، ما بحياته أخذ قد هالمبلغ. يا ست صفية بترجاكي ما تحسبي الأمور هيك، هذا اللي طلع من خاطر الكابتن. يكتر خيره، معناها الدنيا لسه بخير. بالوقت اللي كنت بظن اني ما رح اشوف حدا يوقف جنبي، بلاقي الكل جنبي وكأنه ابو عنتر ما مات. كنت خايفة ما يتعرف علي حدا. يا ست صفية اعتبرينا نحن اهل الساحة اهلك، واي شيء بيلزمك او بتحتاجيه نحن تحت امرك. يكتر خيركم كلكم، بس أنت بالذات ما رح أشكرك لأنك من أهل البيت وعم تعمل واجبك. ليش حاسس انه رجلي ما عم يلمسوا الارض كاني عم امشي بالهواء؟ هي اول مره بحياتي بحس بهالاحساس. غريبه؟ لا مو غريبه، لانه كمان هي اول مره بحياتي بسمع صوت بيدخل لقلبي مباشره، صوت حزين طبيعي بس من جوا عم ينبض بالحياه والرقه والعزوبه. في سحر، في موسيقى، في قوة حتماً أكبر من الجاذبية الأرضية. ولا ليش حاسس حالي ماشي كل هالمسافة وكأني عم أمشي بالهواء؟
وانت يا كابتن من اي طبيعه مخلوق؟ مستحيل تكون من طبيعه عاديه. انا ممكن افهم كيف عم يحول وجودك حياتنا لمتعه ومرح وحيويه، بس اللي مالي قدران افهمه كيف عم تغير اقدارنا نفسها. كانك ماسكنا بايديك بخيوط وعم تحركنا بمسرح دمى. لا ابدا، انت مو بقيان هون لانك بتحب سلمى، انت بقيان هون لتخلينا نتعلم الحب. شو بدو؟ مشي الحال؟ مشي الحال. يلا يا جماعة تفضلوا، الأكل صار جاهز. تفضل عمي حسن. يلا شرفوا يا جماعة، خلونا ناكل. أكلك طيب كراز، وين متعلم الطبخ؟ شو؟ سينا كابتن؟ الأعزب الأبدي لازم يتعلم الطبخ، إذا ما طعم حاله مين بده طعميه؟ الله يوفقك يا سلمى، قدسي لي أبيكي. كأني سمعان صوت كمانجة من بعيد. ايه بتو؟ ما قلت لنا. شو قالت لك أرملة المرحوم؟ تعرف أبو عنتر، لو كنت عايش وكنت رح أطلب منك، تذكر منيح، أنا بحياتي ما طلبت منك شيء. هالمرة كنت رح أطلب منك تروح لساحة الكابتن وتطرشها مرة تانية، وطول ما أنك عايش تطرشها من جديد. هيك ساحة لازم تبقى بيضة وعم بتضوي دايما. وبآخر الفيلم بيطلع عليها وبيقلها بتتجوزيني، بتقوم تطلع عليه هي وبتقله بعد كل شي عملته معي معقول يقلك لا؟ طبعا بتجوزك. بقوم بيسمعوها الركاب السفينة، وبيجي إبطان السفينة وبيعمل لهم عرس وهنن بالبحر. أنسة ليلى؟ أنسة ليلى؟ نمتي؟ لا، شو نمت؟ بس هيك يعني لما بغمض عيوني بشوف كلامك بخيالي أحسن. يبدو إنه أفلام السينما سكوب بالألوان هيك لازم الواحد يشوفها. ما بعرف شو بدي أقول لك يا نزير، بس اللي بدي أقول لك إياه إنه الله يوفقك. بدي لك شغله، ليكون موت ابو عنتر هو اللي حرك ذيك الشغلات. هاي مرة ما حذرت يا محمود، بس انا ما راح اخبي عنك، لانه حتى لو خبيت عنك ما راح استفيد شيء. يا اخي انا بحس انه بهالبلد ما في غير انا وياك نتفاهم على بعض، يعني انا وياك بنقدر نقرأ افكارنا وهي جوات الدماغ. مشان هيك راح صارحك. يا اخي انا ما كنت منتبه للموضوع، بس لما اجى الكابتن نبهني عليه. شو هالكابتن هاد؟ لما بيحكي بشهيك الحكي، لما بياكل بشهيك الاكل، لما بيضحك بشهيك الضحك، حتى لما بيحب بشهيك الحب. يا اخي من وقت ما حب سلمى حسيت قلبي نفل بالحب، حسيت دخل لجواته عش نحن. تعال يا ولد، انت لازم يكون قدامك وحده من الجنس اللطيف تحبها وتحبها، تقعد انت وياها، تاكل انت وياها، تلعب برجيس انت وياها. وبدك تطول بسفرتك؟ ما بعرف يا محمود، حسب التيسير، يعني يوم يومين جمعه. طيب ليش ما بتاخذ لك بنت من اهل البلد وبتريح بالك؟ لا يا محمود، بنات هالبلد صعب التفاهم معهم، الغريبه احسن. بعدين قريبيني بطرابلس الا يلاقوني جوازه منيحه، بعدين انا وحظي. نصيحتي لك ما تخبر حدا بجوازتك، لانه اذا دريوا جماعه الكابتن بكره بيعملوا لك فضيحه ويقولوا لك هلا بتجوز يا بطيخ، او بجوز ما يخلوك تسافر ابدا. يمنعوني من السفر؟ اعتبرني من هاللحظة ماني موجود بهالبلد. يا شباب أنا بشوف إنه ما لازم نحن ننظر هالحادثة كحادثة عادية، وبنفس الوقت ما لازم نعلق آمال كبيرة عليها. يعني البنت لما لحشت حالها من الشباك لحد هون الحادثة كانت حادثة عادية، بس لما استلقاها الكابتن بين إيديه ووصلها على باب بيتها هون صارت الحادثة حادثة غير عادية.
طبعا احنا ما بنعرف تأثير هالحادثة عليهم هن اثنين، وهذا الشيء مستنجو بعدين، بس اكيد اكيد تسكيرة شباك اليوم ما بتعني انه هذا الشباك ما رح ينفتح بكرة. بس انا يا شباب صرت عم فكر بالكابتن كثير، حالته كثير صعبة وصار لازم نلاقي الحل، يا هيك يا هيك. بس انا ضد الرأي، ما لازم نحسم الموضوع هيك، لازم نتابع خطتنا السابقة لنهايتها. طب انتو ما لكم شايفين انه نحن كأننا حاطين ايدينا ورجلينا بمي باردة؟ لكن واحد قافي مثل هتلر آغا يعطلنا مشاريعنا؟ هتلر آغا لا تهكى الهمه أبدا، دواء عندي وإن شاء الله من هون لبعد المغرب كون جايب لك أجله تماما. أنا دخلت وللعالم عم يدور حوالي قديش صارت الحياة كريمة معك يا أبو مصطفى. جاري العزيز أبو مصطفى، بادرت بالكتابة إليك لأنني لاحظت من خلال الساعات التي قضيناها معا في النافذة أنك رجل ذو مركز مهم وشديد التهذيب والاحترام، ولا يمكن أن تضايق النساء أو تقوم بأعمال طائشة، صح؟ أنا هيك. ولكن بما أنني شعرت من خلال حركاتك بأن لك قلبا كبيرا جاهزا للحب، فقد تخطيت الحواجز والتقاليد وبدأت بالكتابة إليك، فأنا كما تعلم وحيدة وبحاجة إلى شخص آخر يقاسمني همومي. أنت أعظم امرأة في الدنيا وأنا جبان، فعلا أنا جبان. شعرت بحبك من بعيد بس خفت تكون ضحية خدعة نظر. مغفل، اعذريني. اسمي نادية، شقيقة كرز الذي تعرفه. طلقت زوجي من فترة قريبة لأن حياتنا الزوجية معا باتت صعبة، فهو رجل هرم قبيح الشكل، بخيل، مخادع، عدواني، ودائما يرتدي ثيابا حقيرة. عم توصف جوزها لواحد تاني أنا بعرفه. صحيح أنا عركتني الحياة بس ما هرمت. بالإضافة إلى ذلك فهو دائما يضمر للآخرين السوء، لأن له قناعة في هذه الحياة بأن على المرء لكي يصبح ثريا أن يناصب الآخرين العداء. لأجل هذه الصفات كرهته وقبلت الطلاق منه بلا أسف. أما أنت فمنذ رأيتك لأول مرة من خلف الستارة شعرت بأنك الرجل المثالي الذي كنت أبحث عنه في خيالي طوال عمري. نادية، إلي زمان منتظرك. نادية، أنا إليك إلى الأبد. نادية، أنا عايش حقيقة. من هاللحظة حياتي كلها مرهونة بين يديكي. نادية، ارميني من سابع طابق، شويني بالفرن، بعيني بالمزاد العلني، بس ضلي حبيني. Thank you.
يا اولاد خبوا الاكل اجا ابوكم. اصلا انت عم تعلميهم هالعاده يحطوا لي الاكل وين ما كان. امبارح لقيتكم سامح شي تحت مخدتي، بس فقت بهالليل لقيت حالي جوعانه. انتوا اكلتوا؟ مرحبا يا اولادي. صبحيه خدمي. ليش كل هالشي يا مصطفى؟ ليش متعب حالك؟ الله يسامحك يا صبحيه، خير الله كثير. هلا المصاري ليش الله خبرك؟ لحتى ناخذها معنا على القبر ولا لنصرفها ونستمتع فيها؟ لا 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 يا صبحيه، خلي الاولاد ياكلوا وينبسطوا ويسمنوا ويفرشوا. يلا يا اولادي روحوا يا شاطرين يا حبابين، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. وانت يا صبحيه الك هديه مني بالذات نقيت لك اياها على ذوقي. كل عمرك مزوى يا مصطفى. طبعا شلون اخترتك لكان؟ وانت يا بنتي ليش ما تشوف الزير لابسي هالروب؟ لا ما بصير ما بصير هيك، انت على باب جواز. ما بصير يا بنتي، لازم تكوني مرتبه ومهندمه ومزينه. هيك من بكره، ليش من بكره؟ من اليوم بتروحي على نوفوتيل فندق افندي، بتاخدي كل شيء بيعجبك وبتسجليه على حسابي. انت متاكد من الحكي يا بي؟ طبعا طبعا متاكد يا بنتي. من اليوم رايح بدي كل شيء يتغير بهالبيت. كلوا وانبسطوا وفرشوا. الواحد كم مره بده يعيش بالعمر؟ مره واحده طبعا. وانت يا صبحيه حاطط لك شويه مصاري بدرج الخزانه، تصرفي على كيفك، ولما يخلصوا بتخبريني. بحبحي على الاولاد، اصرفي عليهم، ها مفهوم؟ انا اليوم عندي شغل كثير صراحه، الشغل كثران علي، بدي يصير جيبه على البيت وخلصه فوق. بدي شويه هدوء وما حدا يطلع لعندي، مفهوم؟ اسمع محمود، هي إلك. وصاحب هذا الطالع مبارك ابن حلال صافي النية لكنه قليل الخير. لكن الزمان لا يدوم على حال واحدة، وربما يخرج من يدك شيء ثم تكون مشغولا به ليلا نهارا، ولكن العواقب سليمة. تتزوج من النساء بالمفرد ولا يوافقك البعض، ولا يمكث عندك إلا القليل، لأنك سريع الغضب حامي الطبع لا يحبك أكثرهم. هل أنت متأكد أنه هذا الكلام مكتوب هون؟ صدقني يا كابتن كله مكتوب بالحرف. لك لا تقل لي، شايفه هذا محمود اللي وراه صار متجوز تنتين على مرته القديمة، ومن كتر ما مرته فتحية كويسة التنتين طفشوا، ودائما بيضحك عليها وبيتحجج لها بالأولاد، مع أنه كل الدكاترة قالوا إنه العطل منه مو منها. هدا محمود، هدا ولادوج أحسن ما لزق لك أدانك كمان. ها لكان أنت هون لتسمع ما لا تحكي، بكفي صرعتنا مبارح. وفي باب السفر، تسافر سفرا طويلا إلى الجنوب وتحدث لك نكبة في مال، لكن العوض على الله في كل شيء. وفي باب الأمراض والأعلال، يحدث لك مرض عضال. ليش كثرت الغلبة؟ شو دخلك انت بهالشي؟ شي ما بيخصك ما تسأل عنه، ولا رح تضل جوزتك كبيرة. أبا كابتن، هذا الشاب أخرس عم يسألك ليش حاطين هالجاملة محمود. أبا مو أدو دو 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 أبا نها أدا أبا أبا مسكين الشاب ضيعانه. لا وفوق هذا دائما ببتلي بكسر رجله. لا والمسكين مين بدها ترضى تحبه وتتجوزه؟ خذ هذا. اللهم يطولك يا روح. وهون شوفي كمان بدك تحاكي الحيطان؟ لا بس يوصل لقرنيت هالبيت ما بعرف شو بيصير له، بتغير كل شكله.
ليكون هالبيت بس حور.